لكن قصة خلاف أبو جهاد مع جماعة الإخوان قد تطرق إليها بعض الفلسطينيين في شهادتهم، حيث تحدث عنها عبد الله أبو عزة وهو أحد المنشقين عن جماعة الإخوان، عندما قال إنه قد اطلع بنفسه على مذكرة كان قد قدمها خليل الوزير للإخوان في غزة عام 57، حيث دعاهم لإقامة تنظيم منفصل عن تنظيمهم ينخرط فيه جميع الفلسطينيين ويناط به العمل على تحرير فلسطين بالكفاح المسلح، ويتطابق مع تلك الشهادة ما ذكره عادل عبد الكريم أحد مؤسسي حركة فتح والذي يعرف تماماً من هو خليل الوزير، حيث قال إن الجميع يعلمون أن صاحب فكرة فتح هو خليل الوزير، حيث قدم مذكرة إلى مسؤولي الإخوان وألح فيها على ضرورة التخلي عن اسم الجماعة وإحلال اسم تنظيم وطني مكانه حتى يتجنب الإخوان ملاحقة النظام المصري الذي كان يطارد الإخوان في ذلك الوقت. لكن رفضهم للمشروع لم يمنع الوزير من مواصلة العمل في سبيل تنفيذ اقتراحه، ويقول سعيد المسحال أحد مؤسسي الحركة: لقد ولدت حركة فتح نتيجة لانشقاق الشباب الوطني الفلسطيني عن حركة الإخوان، حتى أن البعض اعتقد خاطئاً أن الإخوان هم الذين قاموا بتأسيس حركة فتح. حدث خلاف كبير ما بين خليل الوزير وكمال عدوان وعبد الله صيام وآخرين مع قيادة الإخوان حول هذا الموضوع، خصوصاً أن الإخوان المسلمين يعني بدأوا منذ عام 1954 بصراع مع جمال عبد الناصر، واعتبروا أن أي عمل إضافي يعني قد يقوم به باتجاه العمل المسلح أو باتجاه فلسطين سوف يعرضهم إلى ربما إلى مزيد من الضربات. لذلك ما قام به خليل الوزير ورفاقه من عمليات عسكرية في ذلك الوقت، أنا لا أعتقد أن للإخوان المسلمين كان لهم دور يعني فيها أو في تأييدها.